برج الحملي، اهلا بيكم. من اي وقت بتسمع فيه القراءة دي؟ لمدة 10 ايام الى القادم في الطريق اليكم. طاقة زمنية للفيديو مفتوحة. ايه اللي جاي في الطريق اليك يا برج الحمل؟ الحمل خارج من معركة، خارج من فترة صعبة قوي، خارج من فترة تقيلة، خارج من فترة حاسس فيها ان انت خسرت كل حاجة وكتب لك عمر جديد، او كل حاجة كانت تايهة، كل حاجة ما كانتش واضحة، الظروف، الايام، العلاقات، المال، المستقبل، كأنك كنت في فترة ضبابية عالية قوي، وبتخرج من الطاقة الضبابية دي في فترة مش قادر تشوف بكرة، مش قادر تعرف اكتر، مش قادر تشوف قدامك. يعني انت لو شايف تحت رجليك كأنك بتقول الحمد لله. فانت هنا بتخرج من المعركة دي، او من فترة الضيق دي، او من فترة اللي انت فيها كأنك متحارب من كل الاتجاهات، متحارب من كل الناس، ممكن هجوم، ممكن يعني انت مش عارف تلاقيها منين ولا منين ولا منين ولا منين، يعني لو خبط من كل ناحية. فأخيرا يعني بتاخد نفسك، او بيبقى عندك الفرصة اللي هو جست انك تهدى قليلا، تسترخي قليلا، تعيد الاتصال بالذات وبالروح مرة أخرى. ممكن على فكرة تكون كنت تحت تأثير طاقة سحر للتفرقة بنسبة كبيرة قوي قوي قوي، والله أعلم. كتير من الحمل هنا ممكن تكونوا كنتوا متأثرين بطاقات سلبية، سواء يعني حصلت أو محاولات، إنه مش يعني هناك من يحاول إنه يفرق بينك وبين الزوج أو الزوجة أو خطيبك أو حبيبك، هي محاولات تفرقة، سواء بقى التفرقة دي فعلا بسحر قدر الله، التفرقة دي بالكلام، يعني كلام مش كويس، الزن على الودان أمر من السحر زي ما بيقولوا، أو توقيع بينك وبين حد، أوكي، او شيطان دخل بينك وبين حد في العلاقه بتاعتكم، يعني كان انت كان بيتخرب بيتك والحمد لله ربنا سترها معاك. سواء بقى يعني خربان البيوت ده كان بعلاقه بتنتهي او بتفشل او بفلوس بتضيع منك، يعني كان انت ربنا انقذك وكانك يعني كنت بتغرق وربنا شيلك كده، انتشلك كده من الضياع، انتشلك من موقف صعب، من ناس كانت هتضيعك، من علاقه كانت هتنتهي، من ست مثلا كانت هتنصب عليك وتاخد فلوسك وتخليك تترك يعني كنت انت بص هتتشلوح وربنا انقذك في الوقت المناسب يعني. اوكي، فايه اللي جاي في الطريق ليكم يا برج الحمل؟ في فلوس انت مستنيها على فكره، في فلوس انت مستنيها بقالك فتره، يمكن بقالك سنه اكتر اقل، فلوس دين مفروض انك تسدده، انت سلفت حد وما رجعلكش السلفه دي او حاجه. ف هنشوف لو ظهرت طاقتها هقول لكم عليها. بتمر بفترة كده الأشخاص هنا اللي في علاقات عاطفية ممكن تحس فيها اللي هو إنك مش حاسس بالأيام، يعني افترض انت بتسمع الفيديو خد 10 ايام، ممكن كام يوم منهم كده تحس ايه ده، هو اليوم عدى ازاي، انت لا فاكر اي حاجه عن اليوم ولا عارف هو عدى ازاي ولا عارف انت عملت ايه ولا انجزت ايه ولا هو خلص في ايه، ولا يعني لو تحس ان بيجي لك حاله ان بتنفصل كده، بتبعد شويه، بتفصل عن الزمن، عن كل حاجه، فهو اليوم خلص في ايه، هو ايه اللي حصل فيه، انت مش فاكر اي حاجه، انت بلح خالص، فبتفقد الشعور بالزمن للحظات او لايام او لكام يوم او لكام ساعه. اوكي، ثم بيبدأ تاني تفوق، تبدأ تاني ترجع لحالة الاستقرار أو الاتزان مرة أخرى. مهم جدا 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 معاك الفترة دي أن يكون معاك شريك عاطفي، مهم أن انت يكون معاك حد بتحبه، مهم أن انت يكون معاك حد بتتكلم معاه. المرتبطين كأن الرسالة حافظ على العلاقة، حتى لو انت بتسمع الفيديو انت بتقول انا ههدها هخربها، يعني اهدى هدي الجو شوية وبعد كده بخربها براحتك، بس عدي العشر ايام طول ان انت تحافظ على العلاقة. العزاب اللي ما فيش حد في حياتهم اتكلموا مع حد، تواصلوا مع حد، كأن التواصل مهم معاك في الفترة دي، مهم ان انت تتكلم، مهم ان انت تعبر، مهم ان انت تحس بالامان، مهم ان انت تحس بالاتصال بوجودك وبذاتك مرة تانية. يعني ساعد نفسك ان انت تخرج من الظلام او من الدارك او من محاولة ان انت تتشد او من محاولة ان انت يتقضي عليك. اوكي، طبعا تحصينات والحاجات دي مش هنوصيكوا عليها،
انت محتاج تتهري تحصينات، انت محتاج تشرب وتاكل وكل حاجه مقروه عليها، مقروه عليها على قد ما تقدر. ابسط شيء الفتحه الموزتين ايه الكرسي والصمت، تقراهم على الميه على الطعام كده، اشرب حط على ميه ورد وعلى وشكوا على المسك بتاعكوا حطه او على العطر اللي يفضل مسك يعني، حصنوا كتير قوي 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 قوي، لان انا ما اعرفش انتوا في ايه في الطاقه بتاعتكوا وراء الكواليس يعني، وفي محاولات مش لذيذه، بس يعني احتياطي كان هذه الطاقه تنطبق عليك يبقى انت يعني حصنت نفسك. الحمل على فكرة ممكن بقدرة قادر ينتقل وضعك المادي يعني كده للسماء، عارفين كأن حد مثلا انت في دولة بسيطة او انت شخص بسيط، يجي لك بقى واحد، يجي لك امير مثلا يقول لك تعال اشتغل معي او حفظ اولادي مثلا القرآن، كوني مربية للاطفال، ايه ما عرفش، بس في حاجة يعني اللي هو في شغلك تبع حاجتك تبع امكانياتك تبع قدراتك ان انت هتشتغل مع حد فوق قوي قوي قوي، او هيجي لك فرصة ان انت يعني كده تطلع طلعة اللي هو تجيب افخم سيارة في شهر يعني الراتب اللي انت ممكن تكون دلوقتي بتعمله في سنة ممكن تكون بتعمل اكتر منه في اقل من شهر كمان. فللبعض منكم اوكي في نقله ربانيه في المال او في الوظيفه، بسم الله ما شاء الله تبارك الله يعني فظيعه جدا جدا جدا، خاصه لو دي حاجه انت من زمان كنت عاوزها، يعني لو كان نفسك تكون في مكان او كان نفسك تكون مع فلان الفلاني، او جايز في يوم من الايام كنت شغال مع امير او كنت شغال يعني الطاقه كده صراحه كانها مع امراء او حاجه، وبيتم استدعائك مره اخرى او بيتم أخذك مرة أخرى أو بيتم طلبك مرة أخرى، فتوقع سفر لدولة يكون فيها أنت هتتعامل مع أمير أو هتتعامل مع شخص ليه مكانة مرموقة وكبيرة، ممكن تكون طبيب خاص ممكن تكون اشتغل في المجال الطبي أو حاجة، أو أنت شخص روحاني أوكي، ممكن أنت شخص روحاني في روحانيات، ممكن حتى على فكرة تكون قارئ طاروت أو حاجة وشخص يقول لك تعالى تعالى اقرأ لي أو تعالى شوف لي أو هل في سحر في المكان ولا لا، توقع جدا حاجة زي كده يا برج الحمل. وروحانيين اللي هنا برضو محتاجين تحصين أو محتاج حتى يعني بصوا يعني حتى القراءة اللي انت بتسمعها اللي هي بتاعتك دي، هو انت ممكن مش لوحدك، في ناس تانية بتسمع لك بتتجسس عليك، مش كلهم بداخلهم حب ليك، ممكن ناس مش عايزه لك الخير، فحتى لو انت استمعت القراءة واستقبلتها او حبيت الرسائل الايجابية اللي فيها جزء تحصنها يعني اللي يعجبك فيها قول بسم الله ما شاء الله تبارك الله لا قوة الا بالله، جزء ان انت تعمل كده هلا طاقية تبلوك الايفل اي من يعني تعمل زي حجب للطاقات السلبية للاشخاص اللي ممكن فاهمين انتو خلاص. توقع مال، توقع رزق، توقع فلوس حلوة قوي قوي، تغنيك عن كل شيء. ثانية واحدة ناخد لكم كارت من ده، حد بيقول لك عارفين الأغنية بتاعت وحشتني عيونك وانت بعيد وانا داري في ايه اللي جرالي، ممكن تكون بتاعت حسام حبيب او حد اسمه مغني اسمه وائل حقيقة مش فاكرة. time to let go، الكون هيكون بيدعمكوا قوي الفترة اللي جاية دي، ولو انت عندك افكار ابدأ خلي الافكار بتاعتك دي تتجسد للواقع. انتوا كان عندكوا احلام وانتوا صغيرين او كان في حاجات نفسك تعملها، او انت مثلا دلوقتي ان كان عمرك انك بتقول انا كان نفسي في الفترة اللي فاتت او انا صغير اكون عملت النجاح الفلاني، او كان نفسي دلوقتي في عمري اكون وصلت لكذا، فعيد كتابة احلامك مرة تانية او عيد الإيمان بالأحلام أو بالأهداف بتاعتكم مرة تانية، ويتفائلوا إن شاء الله خير. شكرا ليكم برج الحمل، وإلى لقاء بفيديو جديد.